اقتناء جريدة شارلي إبدو الساخرة ما زال متواصلا من طرف القراء في فرنسا وفي مدن أخرى حول العالم. شراء الجريدة يمثل تضامنا من طرف البعض مع حرية التعبير من جهة، ومع ضحايا الجريدة الذين قضوا في اعتداءات باريس من جهة أخرى. المحظوظون هم فقط من تمكنوا من اقتناء الصحيفة. قالوا لي يجب أن أتي إلى هنا في تمام السادسة، وعندما جئت اكتشفت أن الكشك مغلقا في الصباح، فتح عند السابعة، وعندما عدت لم أجد صحيفة شارلي إبدو. النبي محمد لا يحب الاقتتال بين الناس، وأعتقد أن هذا الأمر لا يحتمل. هناك حزن في صفوف المسلمين. في جنيف السويسرية الإقبال على شراء جريدة شارلي إبدو كان كبيرا، وكما في فرنسا فالعدد لم يكن كافيا للجميع. النسخ بيعت بسرعة فائقة حسب صاحب هذه المكتبة المختصة في بيع الصحف. العدد سيكون أكثر قليلا وربما الأسبوع المقبل أيضا. لقد بيعت النسخ بسرعة، أعتقد أنه لو كان هناك 1000 نسخة لبيعت من دون أي مشكلة. في هونغ كونغ وجدت شارلي إبدو صدى لها أيضا، فبالإضافة إلى اقتنائها ندد البعض بالهجوم الذي تعرضت له مكاتب الجريدة، واعتبر البعض الآخر أن وجود الصحف الساخرة في المجتمع أمر ضروري. أعتقد أن للمجلات الساخرة مكان كبير في مجتمعاتنا، وهجوم وحشي بهذا الشكل يتطلب منا جميعا الوقوف. 20 بلدا دعت إلى التزود بصحيفة شارلي إبدو بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.